شغف الكتابة، وين بتلاقي أكثر حالك أو وين عندك يمكن البليزير أكثر إنك يعني بالمختبر بتحسي حالك مبسوطة أكثر أو أنت عم تكتبي؟ لا أكيد بالكتابة بنبسط أكثر، بحب الغناء وبحب الفن، كل شيء يعني بحب الفن بفضله على العلم، يعني هيدا المفضل عندي. نعم وبعد حضرتك انه كمان عندك رياضة هوايات اللي هي العزف على البيانو وحتى كمان الاغاني، يعني الفن بحياتك موجود؟ موجود اكيد. وكيف عرفت عن هالمسابقة؟ كيف كانت تجربتك؟ كان هيك بالغلط عرفت انا صراحة، يعني كنت قاطعة قدام الريسبشن بالجامعة وانتبهت انه في بوشير، وانا من النوع كيف بقرا يعني بلاقي شيء بالقرا بقرا بسحبه، يعني فتحت بوشير نفس على اخي بكره كونكور بويزي وانا بحب البويزي بحب اكتب يعني، بس انا هيك ما كنت عارفة فيلا بس عشان شو حبيت بلشت